فلسطيني من غزة، وكل احترام للشعب الجزائري اللي خرج اليوم مسيرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة. والحمد لله زي ما انتم عارفين قلت لك الشعب الجزائري والدولة الجزائرية من بكري راحت مع الشعب الفلسطيني. نقول للفلسطينيين نحن هنا بأصواتنا بقلوبنا بدعواتنا بكل ما نملك، لن يطيب لنا طعاما ولا نهنأ بنوم حتى نرى إخواننا ينعمون بالحرية. مهما مارس الصهيون عداوته ضد القضية الفلسطينية لا محالة من الاستقلال، لأن طائرة العدو تطير تحت السماء ونحن معنا من فوق السماء وملك العرش. احنا اليوم جينا لهذه الوقفة التضامنية باش نسمعوا صوتنا للعالم كامل باش يوقفوا هذه المجازر اللي راهي صارية ويوقفوا الإبادة، باسكو هذه ما ولاتش حرب، راهي إبادة جماعية. الأطفال والنساء هما اللي راهم يتقاسوا. اليوم في غزة تباد، غزة بكامل أسرها تباد بأطفالها وشيوخها ونسائها وكبارها وشبابها. خسفت المستشفيات ودمرت البيوت، نهك كل ما هو فيها. اليوم هذه المظاهرة ما هي إلا ردة فعل وتعبير عن تضامننا وتآزرنا مع الشعب الفلسطيني. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت فلسطين حرة أبية.